مكملين ليا وصرنا بآخر فقراتنا اليوم. هذه الفقرة بتهم كل الصبايا وكل الشباب وهي تساقط الشعر. عم نشوف هاي القصة عند كتير من الأشخاص بسبب هاي الموضوع عم يلجأوا ليا أنهم يروحوا يعملوا زراعة شعر. في منهم ممكن يكون وراثي القصة، ممكن يكون الأغذية الغلط، حتى المي. يعني دائما اي حدا بيجي عشان بيقول انا شعري تعب، المي كثير كلسيه. اليوم لنقدر نتعرف اكثر عن اهم الاسباب اللي عم بتخلي هذا الشعر يتساقط، شو ممكن نحن نعمل كرمال نحافظ على صحته وعلى غذائه الموجود ضمن فروه الراس. اكيد معلومات كثير مهمه حتخبرنا عنها الدكتوره آية بريجاوي وهي اخصائيه تغذيه. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير آية. بالبداية خلينا نحكي شو تساقط الشعر، مين بيصيب تساقط الشعر، عند النساء أكثر ولا عند الرجال، بأي عمر؟ خلينا نحكي ليش بيصير تساقط شعر. هلأ معدل تساقط الشعر الطبيعي هو عند النساء والرجال بين 50 لـ100 شعرة يوميا. الشعر بيتألف من بنيتين رئيسيتين اللي هي جذع الشعر وبصيلة الشعر. جذع الشعر هو الشيء الظاهري عنا، أما بصيلة الشعر فهي بتكون مخفية تحت الجلد. بصيلة الشعر هي وظيفتها الرئيسية هي نمو وتغذية الشعر. في خلايا موجودة ببصيلة الشعر، هي الخلايا هي سريعة الانقسام، لهيك أي نقص بالمغذيات أو أي نقص بالدورة الدموية بيؤدي لتساقط الشعر. أسباب الرئيسية لتساقط الشعر، أول سبب هو الضغط النفسي أو الأشخاص اللي هم معرضين لضغط نفسي أو حالات توتر. ثاني سبب هو النظام الغذائي السيء الخالي من المغذيات، خصوصا الأنظمة القاسية اللي هي بتكون تحت 800 سعرة حرارية. ثالث سبب هو الأمراض مثل مرض الثعلبي اللي بيصيب فروة الرأس. رابع سبب هو الخلل الهرموني، ممكن عند بعض الأشخاص يصير في عندي خلل بهرمونات الغدة الدرقية، وبعض الأشخاص عنده نقص مغذيات مثل نقص الحديد، فيتامين بي، فيتامين د والخضار. حتى بعد الإصابة بكورونا كل حدا منصاب عم يقولوا إنه عم يأثر على الشعر أيضا. اللي عنده. هلا حكيت نقطة كثير مهمة إنه الضغط النفسي بيعمل لهيك، عم نشوف ظاهرة زمردة. نحن عايشين كوكب زمردة، ليش في ضغط نفسي؟ طيب خلينا هيك نحكي اليوم شو هنون العوامل الخارجية. يعني حكينا على الضغط نفسي، التغذية، هالقصص، المي، الصبغات، هدول القصص كثير، المواد الكيميائية، نوع الشامبو، البلسم. كثير في تحذيرات انه لا، البلسم بيعمل تزييت بالشعر، بيعمل تساقط بالشعر، ما تحطيه على فروة الرأس، حطيه على الأطراف ونفس النتيجة، تحطيه تنهار شعرك بيمسك ببعضه وعم بيهر. هلا المواد الكيميائية بشكل عام هي مضرة للشعر، حتى في بعض الأشخاص على سيرة البلسم تستخدم الزيوت لحتى هي مثلا ممكن تحسن من صحة الشعر أو من مظهره. طالما في عندي نقص مغذيات داخلي أنا ما عوضته، أنا ما حأستفيد من هي الأساسيات. نعم دكتورة آية، يعني دائما نحن بنلجأ على الحلول الخارجية وبننسى الحلول الداخلية، منا الفيتامينز، منا الغذاء الصحي، وخاصة خلينا نحكي على المياه. قديش مهم المياه؟ خلينا نحكي نحن كيف فينا نتغذى غذاء صحيح وكيف فينا نركز على يعني إعطاء الجسم الفيتامينات الصحيحة لحتى شعرنا، بشرتنا يكون كتير منيح. هلا أول فكرة نتفق عليها هي إن نتبع نظام غذائي متوازن. هذا النظام الغذائي يكون كافي بالبروتين. كتير في أنظمة غذائية قاسية هي بتكون قليلة بالبروتين، وهذا الشيء رح يأثر ما بس على صحة الشعر، رح يأثر على صحة الجسم بالكامل. ثاني شيء هو شرب المي. كلياتنا بالشتوية ما بنحب نشرب مي، يا بنمرق كاسية أما ما بنمرق أبدا. الجسم ما بيطلب، بتحسي طبعا بشتي. ما بيطلب لأنه بتكون منبهات العطش شوي قليلة، ولكن لازم نمرق بين اللتر ونص اللترين أقل شيء حتى نضمن ترطيب كافي. أما بالنسبة للمغذيات لازم يتضمن غذائنا الأوميجا 3، الزنك، الحديد، النحاس، بالإضافة لتضمينه لفيتامين دال. فيتامين دال كتير سبب نقصه بهر الشعر. 3/4 النساء عنا هي مصابة بنقص فيتامين دال لقلة التعرض للشمس. طيب حكينا عن هدول المكملات، الفيتامينات وهدول القصص. طيب أنا اليوم فيني أخذ هدول الفوائد عن طريق شيء طبيعي، أو ممكن بعمر ما أنه الجسم ما بقى عم يستفيد بشكل كتير منيح غير وقت، غير أني أخذ حبة جاهزة؟ يعني
طيب هلا المكملات الغذائيه ما المفروض اني اخذها قبل ما انا يكون في عندي تحاليل قايمه فيها او ما اخذها بشكل دوري، يعني انا ما اخلص المكمل واخذ فورا المكمل بعده. بعض المكملات اذا اخذتها بشكل متكرر بدل ما هي تساعد على المحافظه على صحه الشعر هي ممكن يصير في عندها تساقط شعر، خصوصا المكملات اللي بتحتوي على فيتامين أ والمكملات اللي بتحتوي على فيتامين اي والسيلينيوم. السيلينيوم زياده الطلب عليه بيؤدي لتساقط الشعر. نعم دكتورة آية، خلينا نحكي من ضمن المكملات في أنواع يمكن لتقوية الشعر بنشوف عم تطلع أيضا بأماكن تانية من الجسم، خلينا نحكي عن هي النقطة أنه يمكن عم يغذوا فروة الشعر ولكن بأماكن تانية عم نشوف ازدياد بنمو الشعر. أخذ نقص الحديد خصوصا بصير هو عند الحوامل، عند الحوامل هي فترات حمل متقاربة، يعني ما في بين الحمل وحمل أقل من سنتين، هدول الحوامل بصير في عندهم نقص حديد وبالتالي تساقط شعر. هني بعد الولادة بياخذوا مكملات. هلا في حال بعد الولادة بأربع لست شهور ضل عم يتساقط الشعر فالمفروض احنا هون ما ناخذ المكملات لحالنا الا باستشارة طبية، لانه ما بس ممكن يأثر على نمو الشعر ممكن يعمل لي تسمم. شفنا لياب كثير عم شوف اعلانات ابر، يعني انه بطقوها قال على فروة الرأس بشكل مباشر، كريمات تغذية شعر وهدول القصص يعني. طب هدول كمان فيهم مواد كيماوية. هل الشعر مثل البشرات في كمان انواع، يعني في شعر دهني في شعر جاف، يمكن استخدام الشامبو كمان له علاقة بموضوع التساقط، المي اذا كان فيها نسبة كدس كثير كبيرة كمان متأثر او لا. خلينا نحكي كمان عن انواع فروة الرأس، كيف نحن قادرين اليوم نتعامل معها بشكل صح؟ هلا اهم شيء نحن حكينا باول حديثنا عن بصلة الشعر اللي هي المفروض في حال احنا في عندنا مغذيات ندلكها لها. هلا برجع بقول في حال انا في نقص داخلي بالمغذيات انا ما حاستفاد من اي شيء رح احطه على فروة الرأس. لازم اضمن انه المغذيات عم توصلنا بشكل صحيح واضمن انه انا في عندي تحاليل عاملتها. التحاليل الدورية اللي لازم اعملها بشكل ضروري للشعر هي تحاليل الخضاب، تحليل فيتامين د، تحليل فيتامين بي 12 والحديد. نعم خلينا لكن نروح، حكينا عن الأسباب وبعض العلاجات، خلينا نروح ونحكي عن الزرع. زرع الشعر وإحياء البصلة من أول وجديد يمكن كتير ناس بيستفيدوا منه وكتير ناس ما بيستفيدوا منه، كمان الغذاء له علاقة يمكن بزرع أو ضخ المواد بالبصلة بالشعر، خلينا نحكي عنه كمان. يعني ما نحن زرعنا لازم نوقف أخذ الفيتامينات ونهمل الغذاء اللي كنا ماشيين عليه، كمان خلينا نحكي بعد الزرع قديش كمان لازم نحن نركز على الغذاء. طبعا لازم نركز على الغذاء قبل وأثناء وبعد الزرع طالما المكملات عم تتاخذ بشكل موثوق تحت استشارة طبية فأنا لازم أني استفاد على الزرع أو على أخذ المكملات الغذائية. دائما كمان احيانا السلع بيكون او تساقط شعر بيكون حالي وراثي، يعني ببلش الشاب بعمر ما يفقد شعره شوي شوي بتتفاجئ انه صار عنده هاي السلعه نحن بنقلها. طيب خلينا هيك بس بيقولوا المي السخنه كمان، انه المي السخنه كثير بتضر الشعر ليا، بتسهر الشعر باثناء الحمام، فدائما بيقولوا لنا روحوا للمي الفاتره افضل، فشو طبيا شو صحه هاي المعلومه؟ بالنسبه للصلع هو ما بس بيحدث عند الرجال، ممكن يصير في عند النساء، هو الصلع الاندروجيني بيتميز بانه انا بصير في صلع باوائل الجبهه. تمام. اما الصلع عند الرجال فهو كمان بيكون حالي وراثي على حسب مين في عنده بالعيله كمان مصاب فيه. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي المي. هلا اهم فكره بالشعر انه نحن ما نمشطه وهو مبلل. تمام نستنى حتى تنشف الشعره لانه بتكون البصله شوي هي حساسه لهذا الموضوع، لهيك بتصير في عندي تساقط شعر بشكل كبير. نعم. المي السخنه او الفاتره؟ بسرعه سؤالي انا. الفاتره هي اصلا المي السخنه مضره بالحالتين. تماما عن جد. دكتورة آية نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بدنا نتمنى اكيد السلامه للكل. ميرسي لك.